السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أنا عم محمود. سنتعلم اليوم فائدة جديدة، هيا بنا لنبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء، سعدت بوجودك، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. لقد دعوتك يا براء للخروج هنا في فناء المدرسة بين الشجر والورود والأزهار. هل تتذكر ما هي أركان الإسلام؟ هيا عدد لي أركان الإسلام. نعم، أحفظ ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنت، بارك الله فيك، فهذه هي أركان الإسلام الخمسة. نبدأها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الطبيعة التي نراها من حولنا من الشجر والأزهار والسماء والجبال والأنهار دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هيا بنا لنبدأ ونتكلم عن هذه التفاصيل. بداية، يجب أن نعلم جيدا بأن الدخول في الإسلام يلزمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعندما يأتي رجل غير مسلم يريد أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول له: يجب عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى قد خلق البشر جميعا على الفطرة، أي على الدين الصحيح، حتى أن الآباء والأمهات يحولون أبناءهم لأديان أخرى من النصرانية واليهودية والبوذية وغيرها. أستاذي، هل يكفي أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط حتى نصير مسلمين موحدين بالله سبحانه وتعالى؟ بالطبع لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان فقط، بل يجب أن تعمل بذلك. يجب أن تؤمن أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تعبد صنما أو تذهب إلى صاحب قبر لتطلب منه الرزق. وأيضا لا يكفي أن تقول أشهد أن محمد رسول الله فقط، بل يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيع النبي في كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يا بني، إن مشرك العرب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله، ومع هذا كانوا يعبدون الأصنام، حجارة لا تضر ولا تنفع. كانوا يطوفون حول هذه الأصنام ويعبدون هذه الأصنام، ومع هذا جعلهم الله من أهل النار، لأنهم لم يؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. لقد سمعت يا أستاذي من والدي بأنه يقول بأن سورة الإخلاص دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، بارك الله فيك وفي أبيك يا براء. فهذه السورة سورة الإخلاص التي نحفظها جميعا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يولد ولم يكن له ولد ولم تكن له زوجة، ولا يمكن إطلاقا أن يحدث هذا. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه في صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. لقد سمعت يا أستاذي رجلا يقول والنبي، فنهيته عن ذلك، فهل يجوز أن نحلف بالبشر أم أن هذا لا يجوز؟ نعم، أحسنت يا براء، لا يجوز أن نقول والنبي، فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي هذا إطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي من كان يريد الحلف فليحلف بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فقط لا غير، لا بالنبي أو الكعبة أو بالآباء أو الأمهات أو غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ليس من كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا براء أن نذهب إلى القبر وأن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطغوني كما أطغت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، ولكنه نبي مرسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عامة عن الإطراء، أي المبالغة في المدح، فإن النصارى بالغوا في مدح عيسى عليه السلام حتى قالوا بأنه ابن الله. والركن الثاني يا أستاذي من أركان الإسلام إقامة الصلاة، ماذا عنه؟ فلنكتفي يا بني بهذا الركن في هذه الحلقة، وسنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنتكلم عن الركن الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أستاذي وبارك الله فيك. أبنائي وبناتي، هنا نتوقف ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنستكمل ما بدأناه من أركان الإسلام الخمسة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.